أهلا وسهلا لكل مشاهدي قناة التغيير. ملف وحقيقة جديدة وبرنامج من بغداد. عندما يشتكي الشعب فأكيد أن هذه الشكوى لم تأتي من فراغ، والأصعب أن الشعب لما يشتكي ولما يصرخ يتم تجاهله، لأن هذا التجاهل وهذا الاسترخاء في التعامل مع مشاكل الناس يضيع الفرص على الجميع. وعندما تتبحر أو تقف مصغيا وناصحا لطبيعة شكاوى الناس، تلقي الناس تشتكي من خبزتها، تلقي الناس تشتكي من البطالة، تلقي الناس تشتكي من غياب هويتها، تلقي الناس تشتكي من السلاح المنفلت، تلقي الناس تشتكي من المنهجية والعقلية السياسية التي تحكم الحكومة وتحكم الدولة، تلقي الناس تشتكي لأنه لا هيبة للدولة، تلقي الناس تشتكي تشتكي تشتكي، وما أكثر شكاوى الناس. ولذلك عندما تكثر شكاوى الناس ويكثر صمت الذين عليهم تقع المسؤولية في المعالجة، فأكيد أن هنالك شرخا كبيرا أو حدثا أو واقعا جديدا قد لا يبشر بالخير سوف يحصل. دائما الشعوب المتطورة والشعوب المتحضرة والشعوب التي تحكمها القوانين والحكومات التي تحكمها الشعوب التي تحكمها القوانين والشعوب المرفهة هي الشعوب التي استطاعت حكومتها أن تنظم هذه العلاقة ما بين أفراد المجتمع، والعلاقة ما بين المجتمع والحكومة والدولة والسلطات الأخرى، بمعنى أن الشعب والمواطن هو القدح المعلى. فلذلك صناعة القوانين، أكيد القانون لما يصنع ويشرع ويصوت عليه هنالك حاجة حقيقية إلى القوانين، لكن في العراق غابت قضية ترتيب سلم الأولويات والأهميات للقوانين. العراق اليوم بحاجة إلى قوانين تستطيع بها ومن خلالها أن تعالج المناطق الرخوة التي أوصلت البلاد لهذا المستوى المدمر، قوانين تجرم الفساد والفاسدين وتتيح مساحات كبيرة للهيئات المختصة والقضائية والإعلامية بملاحقة هؤلاء الفاسدين، قوانين تضيق المساحات على الفاسدين وتمكن الجهات المختصة. لكن الذي يحصل اليوم ردة فعل عكسية مخيفة جدا عندما يذهب البرلمان والحكومة والجهات الأخرى إلى اعتباد وصناعة قوانين تصنع الدكتاتورية. وأية دكتاتورية؟ قوانين لم يشهدها العراق في تاريخه، بمعنى أنك تأتي إلى الحاكم وتضع بدل السيف 10 وتقول له هذه رقاب الناس وهيت لك. الواقع المريض دائما يحتاج أن ينتج قيادات حقيقية تمتلك رؤية وفكر وإرادة ومقدرة ومشروع ومنهجية تعالج به هذه الأوضاع الشاذة وتخلص وتتخلص من كل الذي يجري. وإن لم تكن بهذا المستوى فقد تكون رقابها هي الثمن. هذه حقيقة جربت وصارت وماثلة وإلى الآن يدفعون ثمنها. القيادة قيادة، القيادة مو صمون 10 بلف، القيادة كاريزما، القيادة معرفة، القيادة مسؤولية، القيادة حنكة، القيادة واجب، القيادة انتماء، القيادة قراءة، القيادة منجز، القيادة تحقيق هدف، القيادة لا تحتمل الخطابات،
القيادة لا تحتمل المماهات هنا أو هناك والمجاملة هنا أو هناك. الذي تجتمع به هذه الصفات يستطيع أن يكون قائداً بمستوى الشعب العراقي. وإلا إذا ظلت الأمور على هذا فقد تكون الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت والنتائج، وهذا الذي لا نتمناه. هذا الملف لهذه الليلة يرافقني ضيفاً عزيزاً السياسي المستقل الأستاذ أحمد الأبيض من واشنطن. السلام عليكم أستاذ أحمد. مرحبا يعني أستاذ نجم، أهلا وسهلا، حياك الله. أنا سعيد بلقائك، وأبدأ منك في ظل الغياب الحلول الحقيقية للمشاكل المتجذرة. هل تعتقد سيناريوهات من هذا النوع يمكن أن تتجه بنا إلى الفوضى غير المحسومة أو نحو المجهول؟ مرة أخرى أحييك أستاذ نجم وحي جمهورك، وأكمل مقدمتك الرائعة على الحقيقة، بأنه واحدة من أهم الحقيقة من أهم منجزات ثورة تشرين التي لن تنتهي كما يتمنى الطغاة الحقيقة، وسوف تبقى شامخة في تاريخ العراق وتاريخ البشرية. واحدة من أهم منجزاتها أنه جعلت الطغاة حقيقة يعني ممارستهم للقتل والترويع اللي مارسوه بحق شباب العراق وشعب العراق يعني لن يكون أداة ناجعة، وهذه لأول مرة بالتاريخ تحصل. القتل والاستباحة المحمية بالقانون وبالفتية وحتى للأسف بالشرائع الدولية، هذه المنظومة الفاسدة القاتلة في بلادنا اليوم تمارس كل أنواع القتل، اضطرت إلى أن تلتوي مرة أخرى تحاول استلاب حق التعبير من خلال محاولة تجريم الناشطين من فرية قانون تمرير في البرلمان. هذا ما قلت في مقدمتك أنه واحدة من وسائلهم الضعيفة. نعم. والمريضة. نعم. ما يحصل من فوضى لن تحصل فوضى الحقيقة في العراق، لأنه العراق أصلا في فوضى الآن، فوضى الإدارة وفوضى النهب وفوضى الحقيقة عدم الاهتمام بأمور الناس والشعب العراقي. ولاحظ الآن تحاول هذه الثلة المارقة أن ترتب أوراقها لما يعرف الانتخابات القادمة. نعم. وهي في نزاع فيما بينها تحاول مرة أخرى تدوير نفسها وتدوير وجوهها يعني بشكل أو بآخر من خلال محاولة خلق توازنات داخلية وخارجية. المضحك المبكي. نعم. أنه هؤلاء القتلة والميليشيات كأنها هي تفهم في السياسة الدولية، ولذلك تراهن على متغيرات دولية، فراحوا يطبلون ويصفقون للنتائج الإعلامية التي ظهرت، وقد نمر على هذا الحديث. أي نعم. وأنا لست مع أو ضد الحقيقة، لست مع أو ضد، يطبلوا ويصفقوا كأنما بايدن هو ما بين قوسين الإمام المنتظر بالنسبة لهم الحقيقة، وهذا دلالة على سخف عقليتهم هم ومن معهم ابتداء من بغداد وصولا إلى طهران. ما لك أنت وأمريكا وما لك أنت ورئيس أمريكا. ويذكرني في ذلك الحقيقة نفس التصفيق اللي حصل عام 91 عندما خسر جورج بوش، وتعرف قصة جورج بوش الأب أنا أقصد، عندما خسر الانتخابات لصالح الديمقراطي بالكلينتون، وكثير حقيقة حتى من أبناء الشعب العراقي أنا ذاك نتيجة ظروف الحرب والحصار استبشر خيرا ببالكلينتون، ولكن كانت مرحلة بالكلينتون الديمقراطي أسوأ مرحلة على الشعب العراقي بالذات الحقيقة، كانت مرحلة سيئة من العقوبات وصلت إلى حد موت الأطفال، وأنت تذكر هذه إحنا عشناها القصة، وكان بيل كلينتون أكثر من مارس تجديد العقوبات والقصف على بغداد جهارا نهارا، وانتهت المسألة الحقيقة بإصدار قانون ما يعرف بين قوسين قانون تحرير العراق عام 97، تعايش هاي القصة. نعم. نفس الشيء الحقيقة سوف يفاجأ هؤلاء إذا، طبعا أقول إذا تحت ألف خط بالمناسبة سوف نتحدث لماذا، إذا أصبح بايدن في البيت الأبيض سوف يفاجأوا الحقيقة بأنه أمريكا هي أمريكا، وأنه ما تصدر من قرارات من رئيس لا يمكن إلغائها من رئيس آخر بسهولة بمكان، سواء العقوبات على إيران أو غيرها. بالعكس مرحلة ترامب كانت هي أفضل مرحلة لإيران، وقصر أقول لك كيف، أقول لك نعم وصح تجديد عقوبات، ولكن لم يكن يفكر في لحظة من اللحظات أنه سوف يعني يشن الحرب. ولذلك أنا هنا أنت استعجلت علينا الموضوع في أن نتناقش بالمتغير، يعني لماذا ارتهن مستقبل البلد كله بالمتغيرات الدولية والإقليمية؟ ما يحصل في إيران من عقوبات تلقي ظلالها على العراق،
ما تحصل من متغيرات في الانتخابات الأمريكية تجد آثارها في العراق، ما يحصل من فيضان في تركيا تجد آثارها في العراق. ليش ارتهن البلد بهذا الشكل أستاذ أحمد؟ لأنه من حكم البلد اليوم لم يكن لديه أي جذر وطني. خلي هذه العبارة، ما عنده جذر وطني، مو انتماء وطني، هو حالة طارئة حقيقة. هو سفير وعميل في نفس الوقت لبلدان ليس فقط واحد، أنا تعرف محايد يعني ليس فقط الحصة الكبرى إلى إيران، نعم، ولكن ليست فقط إيران، دول أخرى بعثت سفرائها بعنوان الحكم في العراق، تحت عنوان الحكم في العراق سفراء وعملاء في نفس الوقت، وهؤلاء إضافة لهذه الصفة محملين بأعباء الحقد التاريخي والكراهية لأبناء الشعب العراقي. لذلك شوف كيف يتعامل ويميز حتى في ضمن المحافظات الجنوبية، هذا من كربلاء وهذا من نجف، وهذا هذا التمييز هو ليس تمييز على أساس الفئوية وحمايتها، ولكن هذا التمييز الحقيقة هو من الحقد والكراهية، وهي حقيقة مطلقة. وإلا ماذا تفسر الحقيقة أن ينحصر الحكم في العراق ضمن مجموعة وفئة محدودة في ظل بلد وقال أنه ديمقراطي؟ ما هي ديمقراطية التي تهدد بها العمامة جهارا نهارا بقتل أبناء الشعب العراقي والوقوف بوجه الثوار؟ وأنت تعرف ماذا أقصد، أنا لا أريد أن أمر، لأنه نعرف ما تفعل الكلاب في شوارع بغداد ضد الناشطين، وما حصل يوم أمس بأبسط مثال، يدخلوا إلى بيت الناشطين ويطلق عليهم الرصاص أمام حكومة تدعي أنها جاءت حقيقة تحملها يعني كفاف الثوار لتصلها إلى إلى كرسي الحكم وبالتالي تنقلب عليهم. هذه وغيرها طبعا تشجع دول العالم عندما تجد حالة الفوضى في الوضع العراقي وحالة الانقسام في الوضع العراقي وحالة التآمر في الوضع العراقي وحالة العمالة في الوضع العراقي، طبعا تشجع دول العالم كلها ليست فقط إيران أن تنهب وتسلب وتؤثر بك حقيقة. أي نغمة نشاز في أي دولة من دول العالم ليست فقط في أمريكا تؤثر بك في الوضع العراقي، هذه حقيقة. ولكن أنا من جريت الحديث الحقيقة ردت أسيء بشكل مباشر إلى القتلة والميليشيات التي تعتبر نفسها عدوة لأمريكا تصفق عندما أعلن إعلاميا فوز بايدن، هذا اللي أقوله حتى ينتبه أبناء شعب العراقي. نعم. إلى خصة هؤلاء وعمالتهم وازدواجية وجوههم، هذا اللي أنا كنت الحقيقة قصده، ولكن لم أمر بعد في موضوع الانتخابات الأمريكية. نعم أستاذ نجم. طيب الآن إحنا بدينا بجذر المشكلة الحقيقية. على مدى هذه السنة والسنة ونص جرب الذين توالوا على الحكم هم والميليشيات التي تسميها منطق القتل، والقتل كان بقسوة، لكن هذا لم يمنع الناس من أن تشتكي ومن أن تثور. ماذا بعد مرحلة السلاح الذي فشل بيد الحكام ومرحلة القتل؟ ما الذي سيجري؟ أشوف أستاذ نجم، هم يحاولون الآن وتحديداً لحقيقها جهات صارت ثلاثة الآن، جهة الكاظمي يعني خلينا نسميها رئيس الوزراء الحالي، نعم، وجهة التيار الصدري والجهات الأخرى. أنا أتحدث الآن ما بين قوسين، يعني ما راح أقول شيء أو سنة وأكراد، لا هذا أنا ما أحب التسميات، ولكن هي هذه الأسهم الثلاثة الرئيسية اللي سوف تتشكل. الكاظمي الحقيقة خدع كما خدع دكتور حيدر العبادي عندما كان رئيسا وزراء وكان حليفه التيار الصدري، وتعرف الأحاديث كانت بشكل مباشر من زعيم التيار الصدري أنه يدعم العبادي إلى ولاية ثانية. عندما حقت الحقيقة تركه التيار الصدري تركه وبالتالي تولى عادل عبد المهدي. نفس الشيء الآن مع الكاظمي، هو الآن مخدوع يعتقد أنه لديه حليف اسمه التيار الصدري، لن يكون ذلك، لأنه التيار الصدري أنا حتى قبل أن يغرد السيد الصدر أعلنت أنا في أحد القنوات قلت التيار الصدري يخطط ليكون رئيس الوزراء القادم من عنده من أحد مرشحيه. وإذا هذا الحقيقة متغير جديد وأساسي للصراع فيما بينهم الفتح ودولة القانون، أقصد حزب الدعوة وبقايا هذه البقايا التاريخية التي حكمت البلاد سوف لن ترضى حقيقة بهذا التحول واعتيادي، هذا سوف ينشب صراع سياسي فيما بينهم. هذا الصراع سوف يخدم ثورة تشرين، أسلوبهم بالقدم والقتل حقيقة، نعم، هو هذا اللي سوف يخدم ثورة تشرين التي بدأت تتشكل لها قيادات على الأرض. لا أقول سرية لأن هي ليست تنظيم سري، هي تنظيم شريف، هي تنظيم ليست كداعش والميليشيات، هي علنية
ولكن الاضطهاد والقتل المحمي وخصوصا من ممثلية الأمم المتحدة التي كلما ترحل إلى نيويورك لتقديم تقرير عن الوضع العراقي تعطي شرعية وغطاء لهذا الوضع الفاسد في العراق. وعلى الشعب العراقي الحقيقة أن يوجه حقيقة أصواته وحناجره لغرض المطالبة بتغيير هذه المفوضية أو إلغائها في العراق. هي سبب كل المشكلة طبعا، وليس أقول كل المشكلة ولكن الجزء الكبير من المشكلة هي والفتية التي شرعنت وجود الميليشيات وحقيقة وأمريكا التي حمت هذا النظام السياسي التي أوجدته بالاحتلال. لذلك المتغير قادم أستاذ نجم، لا تيأسوا، الثورة لم تتوقف، صحيح تخفو وتصعد وهذا حال كل الثورات. خليني أناقش هذا المتغير معك أستاذ أحمد. المتغير تقول أنه يعني ممكن أن يؤدي إلى صراع، هو الصراع والانشقاق داخل البيت الشيعي قائم وموجود منذ سنوات طويلة، لكن مجرد إعلان التيار الصدري أنه يفكر في رئاسة الوزراء، ما هي طبيعة الصراع الذي سينشب؟ يعني المقلق بالموضوع الآن أكو صراع، لكنه إذا تحول إلى السلطة والمطالبة بالسلطة، إيش تعتقد شنو طبيعة هذا الصراع؟ أنا أقول لك إياه بشكل حقيقي، عندما كان يسأل الصدريون وزعيمهم لماذا لم تخطط بالسنوات الماضية بالدورات السابقة لماذا لا تخططون لرئاسة الوزراء، أقول لك رئاسة الوزراء سوف تضطرنا إلى أن نجلس مع السفير الأمريكي مع الممثلين لآخره، هذا كانت حجتهم الشرعية. نعم. واضح كيف باعتبار رئيس وزراء ما يقدر ما يلتقي أو يذهب يسافر إلى واشنطن وكذا. إذن هناك متغير صار عند التيار الصديقي مفهومة، لأن أمريكا نفسها أمريكا لم تتغير، صح ولا مو صح؟ إذن أكو هناك متغير اللي هو هذا كله برسائل حتى تصل الاعتراف بإسرائيل. خلني أقول لك إياها بشكل واضح، ها رسائل ما أنا قايلها مع حضرتك أستاذ نجيب، خلينا نسولف بشكل بالعامية. هذول عندهم 40 وجه الكل، هذول اللي موجودين معمم وفندي، من مصلحته تقلب يقلب وياها. هسه مو كانت إسرائيل والقدس ونبكي عليها ونلطم والرهبر قاعد بطهران يوجههم تحرير القدس اللي أكذوبة طبعا، لا كنت تحرير القدس ولا كذا، هاي تدق بيهم إسرائيل صار أسبوع، ما أريد أقول لك صار سنوات، دمشق تدق بيهم صار أسبوع ما يطلقون رصاصة واحدة هم وميليشياتهم ميليشيات الرهبر. ولكن ابناء الشعب العراقي إذا قال رهبر هسه بوجب هذا القانون اللي يشرعوه يحكموه ويعدموه ويشردوه ويطاردوه. فهؤلاء لديهم من الخسة ما تجعلهم عندهم ازدواجية في كل محل. يعني يا أستاذ أحمد، لذلك أقول هذا التحول تحول نعم تحول أنه سوف أنت الآن يعني تحاول أن تعبر عن وجهة نظرك في قراءات، وهم أيضا لديهم قراءات. يقول لك أنا طالما أدخل انتخابات فأنا عندي قاعدة أقوى من القواعد والقوى السياسية التي بدأت تنهار، وهو التيار الوحيد الذي ظل متماسكا، فصار يحلم اليوم برئاسة الوزراء. وين المشكلة؟ ليش ما أخذتها؟ متشار عندك الأغلبية والكتلة الأكبر المزعومة، بس ما كان القانون يسمح له، ما كانت عدة أغلبية 50+1. هم لا، هذه مو قصة هنا، لا مو هنا القصة، لا لأنه كان سليماني موجود، خلي أحكي لك إياها، كان ضابط الإيقاع موجود، تعرف كل زين، كان قرار سليماني انه يجيبون عادل عبد المهدي حتى قبل الانتخابات، احنا كنا ندري بسنه ندري انه عادل عبد المهدي سوف ياتي، وانت نعم. تعرف جنابك نعم. نعم الحديث كانت والمرجعيه ايضا لعبت دور في ذلك الحقيقه، يعني مرت عادل عبد المهدي لقناعات محدده، فما كان اكو قرار لا انتخابات بالعراق كذا، والصدر ويعني التيار الصدري ما يقدرون يحشون. هسه سليماني ماكو، قاني ضعيف، قاني افتر بغداد اسبوع يتوسل بالميليشيات بس للضربون امريكا، خلي بس يمشي ترامب يطلع، هذا شقد قزم لعب بالسياسه وما يفتهم، ها شقد قزم، ها تصور انت جاي يتوسل بالميليشيات اللي نصها تمردت عليها بالمناسبه ما تقبل، ها بس اكو ترتيبات هم الميليشيات نفسهم خايفين، دول اللي يشمرون هاي الحدايد ماكو على السفاره يوميه، نفسهم خايفين لان تفتر فوقهم، تدري صار اسبوع الدرونز البارحه البي 52 طبت بالاجواء الايرانيه، وين الدفاعات الخاصه لنا بها ايران؟ دخل يطب طير، ها زين كان قبل هم كل دولة ضده، مو صحيح؟ ها هاي السعودية بصفك وغيرها مو يشمرون عليهم هاي الحدايد مال الحوثي يومية أرامكو وغيرها، هم عندها دفاعات جوية وعندها كذا، لعد هاي أنت إيران خاف صدق اللي عفو. أستاذ أحمد، يعني يمكن أعتقد فقدنا وين أدعي المقاومة وينهم دس دسلوا وين
ها العاديه المقاومه استاذ 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 مثل ذاك ابو خنجر استاذ استاذ بس اخدمك مثل ابو خنجر مثل ابو خنجر استاذ نجيم أي. ابو خنجر اي ضمه للشده اي بعدك وشده اكثر من هاي استاذ استاذ العفو تفضل استاذ احمد انت هل تعتقد يعني نحن لا نتطير مما يقال من تصريحات من حق كل طرف ان يقول ما يقوله ومحترم عندنا راي الاخر لكن هل تعتقد الان في ظل المتغيرات على صعيد الشارع ان هنالك قوى او قوه سياسيه واحده ممكن ان تاتي بنتائج تنفرد كثيرا عن القوى الاخرى تعتقد هذا بالتزوير. يعني ليس غرورا هذا في الخطاب نعم. بالتزوير وبالترهيب نعم بالتزوير وبالترهيب نعم بالتزوير وبالترهيب نعم بقتل الناشطين نعم بمطاردتهم نعم الحقيقه بقمع اصواتهم نعم بتوزيع بالمناسبه هذه اللي دا يسووه ذاك اليوم المفوضيه هاي انا ما اناقش وضع الحكومي لان انا مسقطه في حساباتي كل حقيقه نعم. وانا اتمنى يجي اليوم انه المجتمع الدولي يصحو الحقيقه للجريمه اللي ارتكبها بحق الشعب العراقي ويرفع الغطاء حق بس يرفع الغطاء انت هذا النظام بالعراق اسمح مني واكو محاولات في هذا الاتجاه وانا بوقتها دعيت الناشطين والمثقفين المفكرين العراقيين الى التهيئه لتشكيل حكومه المنفى وسوف ياتي هذا اليوم لتتشكل هذه الحكومه للتعبير عن هموم الشعب العراقي مو تريد تحكمه وتجلده كما فعل هؤلاء وما لها علاقه بما حصل في مؤتمر لندن مؤتمر العماله اللي انتج هؤلاء هذا غير مفهوم حقيقه هذا يسعى لرفع الغطاء الشرعي عن هذا الوجود البائس واقول نعم بالقتل وبالتزوير وعندما تغطي ذلك بعثة الامم المتحده دون ان تدخل بالتفاصيل حقيقه ما يجري في الانتخابات منذ عام 2003 بعد ان ذهب ديميلو اللي قتل لانه كان شخصيه حقيقه محترمه وكان يسعى لان يحمي الشعب العراقي انا اقصد ممثل الامين العام عندما تم استهدافه بالتفجير المعروف في 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 فندق الحياه فندق على شط القناة لكن استاذ احمد أقول نعم. بعد هالحقيقة للأسف نعم. لم تلعب بعثة الأمم المتحدة أي دور الحقيقة مساند للشعب العراقي ولذلك هذه مهمتك ومهمتي أنا الحقيقة إذا نريد انتخابات إذا نريد انتخابات حرة نزيهة أول ما تبدأ من هذا المفصل لأن هذا المفصل هو يغطي الشرعية الدولية على الانتخابات وهي حقيقة مهمة نعم طالبنا بانتخابات دوائر متعددة حصل لكن كل اتفاق في توزيع الأقضية وما شنو نعم طالبنا بانتخابات تجرى يعني بنزاهة راحوا التفوا على البايومتر الحقيقة ما يريدون يسووا نعم طالبنا بأن تكون الحقيقة الإشراف دولي راحوا التفقوا يريدون يخاطبوا مجلس الأمن حتى من أساس مستبقين الناس بخطوة هذه أساليب وضيعة نعم يحصل تغيير إذا صارت الانتخابات تجري وفق الثلاث نقاط اللي قلت لك إياها أساسية أن يكون إشراف دولي وليس أممي يعني دول العالم حتى الصديقة للشعب العراقي تأتي من أوروبا وغيرها نعم تجري بالبايومتر لاحظ هاي أمريكا الدولة العظمى العريقة في الديمقراطية وحصل فيها الآن مو ادعاء التزوير بدأت يثبت أنه فيها التزوير لاحظ ادعاءات تعرف جنابكي ادعاءات عندما تتحول إلى القضاء ويتخذ إجراءات أصبحت أنه الشبهات أصبحت اتهامات حقيقية نعم. هذه أمريكا العريقة صار بها زين شلون جاء على بلد مثل بلدي ها كسيح حكم الميليشيات والقتلة وداعش موجودة في الساحة ودول الجوار كلها متدخلة بالشيء العراقي وتريدني أسوي انتخابات حتى أشرع وجود الفسدة والقتلة نعم هو سلاح ذو حدين نعم على الثوار أن ينتبهوا الحقيقة أنه المشاركة قد تعطي شرعية للفاسدين في ظل تزوير الانتخابات وعدم المشاركة الحقيقة قد تجعلهم يتفردوا كما يريدوا حقيقة بالانتخابات وبالتالي لذلك لازم يعلو الصوت الحقيقة ويجب أن تتحمل حكومة الكاظمي هذا الموضوع دماء الناس في رقابك أيها الكاظمي حقيقة دماء الشهداء الشباب أنت وصلت بدمائهم وعليك أن تحمل هذه الأمانة لم تستطع فاستقل اليوم حتى لا تعطي شرعية طيب أستاذ ولا تجري الانتخابات المزعومة التي أستاذ أحمد يعني أنت عندما تستقرأ سيناريو الصراع الجديد يعني هل تعتقد أنه القوانين الآن مثل قانون الجرائم الإلكترونية والمناطق الرخوة في قانون الانتخابات هي التي ستمهد للسيناريو القادم؟ يعني هي هذه المقدمات ابتدأت منها؟
نعم الحقيقة أولا شوف قضيتين في قانون الانتخاب أنا يعني دائما أثيرها مع حضرتك والآخرين. أنت تقول لي دوائر متعددة أستاذ نجيب والترشيح فردي، ليش تجبرني على تسجيل حزب و35 مليون ويا الرسوم يصل 40 مليون؟ يا شاب ناشط الحقيقة خريج هو يستشهد بجيبه 1000 دينار ها؟ يوقف بالعلاوي يصرخ أن تطلع عليه الهراوات مال العسكر ما العسكر وليس العساكر العسس مال السلطان يطلع عليه جلده وهو حامل شهادة حقيقية أفضل من أي واحد فيهم مزورين الشهادات هؤلاء نعم. يطلع يجلده الحقيقة يطلع يجلده لأنه مطالب شيء بسيط مطالب بوظيفة يحفظ بها كرامته تعرف كيف تقول له تعال روح سوي لي حزب بأربعين مليون يعني حوالي 30,000 دولار منين هذا مين يجيبها يروح يسرق فيضطر إذا أراد أحدهم الحقيقة مؤمن هو ما ملام مؤمن أنه عنده قدرة أن يخوض المعترك الانتخابي يروح يرتمي له بحد أحضان السراق سواء سارق ليس فقط سياسي بالمناسبة هؤلاء مثلا على سبيل المثال أصحاب المصارف الآن هذول أصحاب المصارف اللي يوميا مسوين هاي موضوع الاقتراض خلي يتحقق الشعب العراقي ما موضوع الاقتراض من المصارف الأهلية كله فريق أستاذ نجم شلون يعني ثلاثة أرباع المصارف نعم ثلاثة أرباع المصارف أرقام حبيبي ما كل تعال خلي تحاسب الشعب العراقي وين عائدات النفط اليومية 130 مليون دولار تغطي الرواتب ويزيد ليش تروح تقترض وإذا تقول لي أنا كبانجر أنا رجل مختص بالبنوك كبانجر أوكي إذا تقول لي نعم أقول لك 45 يوم قد يتأخر العائدات المالية ولكن هذا لا يعني موجود هناك خزين مالي زين شنو يومي رايح مقترض 15 تريليون يعني 14 مليار شنو يعني وينها من يعرف من شفت تتبع عينك طبقت سيارات الدولة شالت الفلوس من هذا المصرف وطت هي أو الرصيد ماله بالبنك المركزي ثلاثة أرباع هاي المصارف ثلاثة أرباعها خاوية ما عدا تعرف مسحوبة فلوسها من زمان ها وتشتغل مزاد العملة معظمها فهاي واحدة من الممارسات الحقيقة اللي تقوم بها أحزاب السلطة بيناتهم متفقين تعرف شنو الشرعنة الآن عندهم حتى بعض مستشاري الكاظم للأسف يتحدث بها إنه خلّم أموال نتهيئ للانتخابات هذا الواقع الموجود هذا اللي يريدون يغطوه ما هي العفونة اللي يريدون يغطوها أستاذ نجم فلذلك أقول قانون الانتخابات فيه أكبر جريمة حصلت حقيقة هو موضوع الإرغام على تأسيس كيان سياسي أنا أرشح فردي أستاذ نجم أرشح فردي شنو تجبرني أنت وأنا أنت ابن الكرادة وأنت ابن حي العامل بننزل على منطقتنا فردي ليش تجبرني أسوي حزب ما عندي أنا 40 مليون منين فلوس ندفع مال ها وتروح تضطر تطبق ويا واحد من هالتيارات هاي ها تعرف شلون يطوك اياها تصير جو اجندتهم راحه فهذا يجب ان ننبه الاخوه الناشطين عليه هذا كان يجب ان يضغطوا عليها على البرلمان للاسف الذي ما قرر شيء من اجل مصلحه الشعب العراقي لذلك اقول هاي وحده بما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونيه نعم. هذا القانون الحقيقه هو موجود من ايام حكومه المالكي فكرون به ورجعوه شوف هذا أكبر انتصار مرة أخرى أقول لك لثورة تشرين شوف الخوف من عندهم وين راحوا أنه ها زين متعودكم إذا هو السب والشتم موعدكم إحنا الدولة العراقية بها قانون السب والشتم من ستينات القرن الماضي أستاذ نجيب صح أو مو صح وعدكم قوانين تحكمون بها الآن الناس يمكن مادة 298 96 هكذا اللي هي تتعلق بالمس بأحد رموز السيادة العراقية إذا رئيس جمهورية رئيس وزراء هاي موجود هذا القانون بعد اليمن أنتم رايحين انت كل ما انا لك فشلتوا لان جبتوا اجهزه تعرف من عام 2013 ودزوا دورات استاذ نجم وقسم من عندهم زملاء لك اعلاميين هسه صاروا بالدوله ابواق دزوهم الى نعم. ايطاليا اسمعها دزوهم الى دول اخرى في اوروبا علموهم على كيفيه الحقيقه مطارده الناشطين وتشكيل هاي ما كل الذباب الالكتروني ذاك شو طشت هاي بعد هذه عندما فشلت الحقيقه في تحجيم النشاط والصوت العراقي راحوا إلى فرية أخرى تعال خلنا نسوي قانون عقوبات وليس قانون جرائم إلكترونية هو قانون عقوبات تحت مسمى قانون الجرائم الإلكترونية إنه أنت اليوم تتهم بالإساءة إلى رمز ديني زين شنو تحمني حدد الإساءة تروح أربع أرهاب تدري ها أنت تتهم اليوم ها أنك أنت أسئت للأمن الوطني زين من يحدد أستاذ نجم الأمن الوطني ها نعم. يعني أنت كيف تذكر احنا من كنا جهالب كيف الباطول اجيب الطوبه من عندي واشترط عليكم اغلب اشيل الطوبه وابطل اخسر اظل العب لما انت خسرون
كيف الباطل عمي؟ تعرف شنو؟ هذا قانون سميه استاذ نجم، انت خوش عندك عبارات الشعب العراقي يسمعها. سميه قانون بكيف الباطل. نعم. نعم. ولذلك شوف يعني الان الذي تعول عليه انت كما يعول عليه الاخرون، انه نعول على مستوى الوعي المتشكل الان حديثا. الان ما حدث في التظاهرات، هل تعتقد انسحاب رفع خيم، انه هذا التكتيك مرحليا يخدم ستكون له صفحات اخرى، ام انه خلاص وصلوا الى مرحله الياس؟ لا ابدا. لاحظ الاعلام، للاسف للاعلام، الاعلام كما حصل في الانتخابات الامريكيه مره اخرى انحاز وغطى جانب واحد فقط. اي الاعلام بيغطي فقط قضيه اللي حصلت في التحرير. وفي التحرير الحقيقه كان من اروع ما قام به الشباب العراقي، انه تدري يا جنابك انا يمك بعمان، ومن خلال برنامجك وبرنامج احد الاخوه الاخرين دعيت الى انه ضروره ان ترفع الخيم من شهر السابع، لانه اصبحت الحقيقه، وكنت ضارب مثل تعرفه جنابك، انه الماء الجاري طهور، عندما يتوقف يصير آسن. كان واحده من سبب شلل فعاليات الثوار انه تمترسوا في الخيام، وهذا ليس هو واجب الثوار. الثوار حراك لديهم، سوف تشهد في الايام القادمه حقيقة عودتها في المناطق، وهذا أهم ما يكون لغرض تشتيت قوى السلطة والميليشيات. لكن لاحظ الناصرية، الإيقار، قلب الثورة. نعم لاحظ البصرة، لاحظ الديوانية، الحلة، لا زال الثوار النجف لا زالوا، وهناك نفس بدأ يتصاعد في نينوى والأنبار لولا سياسيهم البائسون الذين يتآمروا مع السلطان ومع الميليشيات لقمع شبابهم والتعبير عنهم، ولكن يتسللوا رغم لحبهم للوطن يتسللوا إلى هذه المحافظات لمساندة أخوتهم. هذه الثورة مجذرة، ليست مثلهم الحقيقة، مقطوعي الأصول. لاحظ كيف؟ هذه الثورة مؤصلة، فلا تخف عليها ولا تخشى الحقيقة، سوف تنهض وتتجدد. هذه مرحلة تكتيكية، عندما دخلوا إلى ساحة التحرير يوم 25 نصبوا الخيام الثوار ثم رفعوها، كشفوا من هم الحقيقة، كانوا يدعون أنهم ثوار، كشفوهم بالأسماء، ثم تواطؤوا هؤلاء الحقيقة للأسف أقول مع زعيم، لا أقول شيء أخاف على شيء عندكم، أنا لا أخشى شيء، فتواطؤوا الحقيقة مع الحكومة وزعيم إحدى التيارات السياسية، فقاموا بفرية وجريمة فض القيام ليلا فجرا. هذا اللي حصل مو صحيح؟ طيب لكن لا زالت، شوف لا زالت موجات التيار، الاتحاد الطلبة، لاحظ كيف كل يومين ثلاثة، وشوف الجند والعسكر اللي يطوقون ساحة التحرير. يا سيدنا الكاظمي، مو هكذا تورد الإبل، مو يروح بوق من الأبواق يروح يصور نفسه بساحة التحرير يتحدى بها الشباب. ناقص الشرف من يقف بوجه ثورة تشرين. طيب. أو لأن هذه الثورة معطرة بدماء شهداء الشباب الذين دافعوا عن العراق كله وليس عن جزء أو فئة أو طائفة. هذا هو الذي أنا أقول لك إياه. فثورة تشرين سليمة ومباركة لن تتوقف. نعم. طيب إذا يعني الانتخابات المبكرة كانت مطلبا جماهيريا شعبيا وفرض بدماء طاهرة وزكية وبمئات الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى، الآن أنت كما تقول قانون الانتخابات الآن سيكون للأغنياء فقط، إذن لم يعد أو هل ما زالت الانتخابات المبكرة بنسختها الحالية بقانونها الحالي مطلبا شعبيا، أم يجب على الثوار أن يبحثوا في خيارات أخرى؟ الغنى أستاذ نجم حالة طبيعية وشرعية وشريفة تأتي عن جهد الإنسان وعمله، لكن احنا القانون ليس فقط للأغنياء، عفوا هذا قانون للفاسدين. نعم للفاسدين فقط، فاسدين السراق فقط هم وزبانيتهم من بعض ضعاف النفوس المحسوبين على التجار الشرفاء الوطنيين العراقيين وغيرهم، هذا الذيول، ماكو الذيول الملتحقة، هذا القانون لهؤلاء بكل عناوينه. والجريمة الأخرى اللي سووها وتوزيع المناصب داخل المفوضية، لاحظ كيف بعد ما وزعوا المحافظات، تدري شو وزعوها والمدراء المكاتب، وقاموا يتعاركون، وبعض الجهات الاعلاميه تصطف مع هذا ومع ذاك، وراح يفلش المفوضيه كلها كذب في كذب. زين
وبعدين سووا ورجعوا ورا ما فضوا هاي وتوزيع المكاتب. ما قلت لي اهم شيء انت تعرف الفوضية شنو، مو بس المجلس، المجلس يصادق على النتائج. رجعوا وزعوا الان هسه غيروا 24 درجه وظيفيه، ما ادري عرفتوا بها او لا، شالوه اهم درجات الوظيفيه من الدائره الانتخابيه الى غيرها، حتى ايضا يتم محاصصتها بينهم. خلصنا انتهت. يعني لزموها المفوضيه استاذ نجم، لزموها من جوا ومن برا، تعرف كيف؟ لزموها المفوضيه من جوا ومن برا. شنو تقول لي بعض الانتخابات تجرى بشكل نزيه والقانون مصفط بصالحهم والاموال عندهم والسلاح، مو السلاح المنفلت، السلاح المشرعن. يجب ان تتغير هاي التسميه، هاي التسميه ترى بها لعبه، السلاح المنفلت لا، يعني اكو سلاح منضبط واكو سلاح منفلت. الكل هو سلاح مشرعن، ما عنده شرعيه، لانه سلاح مو بيد اجهزه الدوله. لازم باوع لازم يحددون التعابير، ما يضحكون على الناس وتروح الامم المتحده. لا، السلاح يجب ان يكون بيد الاجهزه الامنيه والعسكريه للدوله. هالشكل 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 ما في. انا اللي كنت اعني في سؤالي استاذ احمد، ردات الفعل تجاه قانون الانتخابات كانت ضعيفه. يعني احنا ردنا انتخابات مبكره حتى نخلص من الوضع الشاذ. القوى السياسيه التفت من جديد بقانون اخر شرعنت وجودها بالمرحلة المقبلة. هل الآن على الثوار أن يعودوا من جديد لإسقاط قانون الانتخابات والانتخابات المبكرة أو تعديله؟ الثوار أصلاً تعرف ما صار عندهم ردة فعل هذا. لماذا الحقيقة؟ لأنه أصبحوا يخططوا لشيء أبعد الحقيقة، يخططوا لإيجاد مناخ دولي حقيقة من خلال قوة وطنية لغرض إسقاط شرعية هذا النظام وبالتالي تغييره. لذلك بعد ما يتعاملوا مع الجزئيات والسلمية التي ظلوا يحافظوا عليها الحقيقة الثوار الحقيقة، مجرد أن يثنن هذه الشرعية سوف لن تجد هنالك الحقيقة أي استسلام من أي ثائر عندما يقتل أو يطارد الحقيقة. سوف تظهر الأسود عند ذلك. هذا هو التحول بالتفكير بعد ما يناقشون جزئيات قانون جرائم، لأنهم مللوا. يعني أنت لا تقول يعني ينتظر متغير دولي، إذا نحن أيضا سننتظر سننتظر مشروع خارجي بعد أن فشل المشروع من الداخل. لا أقول يسعى لإيجاد مناخ دولي. هو الثوار في الداخل يسعون لإيجاد مناخ دولي كما يفعل الشعب الإيراني الآن مثلا. لاحظ كيف الآن مثلا منظمة مجاهدي خلق أصبح لها اعتراف دولي ولها ادوات بالداخل تواجه هذا النظام القمعي، وعندها مجلس معترف به بعد ان كان متهم بالارهاب، تحول الان ممثل للشعب العراقي، واجيز الحقيقه له قانونا من كل دول العالم تقريبا بحمل السلاح ضد هذا النظام. لكن هذا الذي انت تتحدث عنهم صار لهم اكثر من 4 عقود، صار لهم 40 سنة. احنا وضعنا لا يحتمل الا معالجات سريعه، لانه اكو انحدار. احنا هم صار لنا استاذ نجم 40 سنه نعاني، نعم نفس المعاناه اللي عانيها الشعب الايراني احنا هم من 40 سنه من الثمانينات لليوم. وايران اول ما تشكل هذا النظام ناهيك عن كل ما يقال عن النظام السابق في العراق، لكن النظام جاء معتديا وذلك كشفت الايام. يريد يكتسح المنطقه ويحتلها. وشوف هسه هم البارحه ناشرين خريطه، شفتها بالمناسبه؟ ما شوف، ماكو غيره لا عراقيه لا عربيه. شو ما حد يحكي خاذون من رهبر، حتى حكام الخليج ايش فيكم؟ ناشرين لكم خريطه دايلكم هاي منطقتنا احنا، هاي الساسانيه وهاي احنا وهاي انتم. انتم شتوا عبيد عندنا يستهينون بيكم. زين، الا اذا انتم وياهم احكوا لنا اياها، احنا ادري بيكم وياهم. انتم تشكرون الشعب العراقي للاسف، امراء وملوك للاسف. للاسف. زين، انا ادري بيكم انتم وياهم. زين، انا اعرف كل زين، وتدعون غير ادعاء انه عندكم خصومه ويا ايران. زين، اول من صفق وطبل البايدن هم، تدري انت لاحظتها، اول دول هنت هم دول. زين، يعني استاذ احمد، فاقول نعم. لذلك هو مو يريد عماله، لا، النظام القائم. حتى اشرح لك يا استاذ نجم، النظام القائم في العراق معترف به دوليا اخي. أي. صح ولا مو صح؟ تمام. ايش قد تطق راسك بالحياة ما تقدر تسوي له شيء. تحكي ويا الامم المتحده يقول لك روح سوي انتخابات وفوز. يا بدي ازور انتخابات عمي، شلون افوز يعني؟ مو انا بدي احكي كشخص، كتيار وطني، تعرف كيف؟ يقول لك هاي هي، فعنده شرعيه، يا بده يقتل، يذبح، يبوق، ينهب، يقول لك هاي هي. زين، هاي هي شكلي اذن من طيبه. بالتالي لازم الثوره في الداخل توجد مناخ في الخارج، هذا اللي اقصده يعني.
مو قانون عماله وكذا، يعني من خلق صار لها 40 سنه تقول صحيح، لكن ما تحركت الا بالسنتين الاخيره عندما فضح النظام كيف يقتل الشعب الايراني. لاحظ كيف؟ استفادوا من هذه النقطه وراحوا غيروا المزاج الدولي والان اصبح لهم وجود. هذا هو اللي انا اقصده استاذ نجم. نعم نعم، يعني انت الان تعتقد اذا ما وصل بايدن الى السلطه، يعني شنو طبيعه المقلق وما هي المتغيرات التي يمكن أن تحدث خلافا للمتوقع؟ أنا بالنسبة لي كل قلق ما عندي، وأعتقد أن مرحلة بايدن سوف تكون أسوأ على هؤلاء بعد شهر أو شهرين إذا تولى السلطة. مرة ثانية أحط لك ألف خط إذا تولى، وإذا تريد أشرح لك ليش هذه العبارة. من نصب بايدن هو الإعلام الأمريكي الحقيقة اللي سوف يدفع ثمن، بدأت حتى شعبيته تنتهي، وإحدى القنوات المهمة صار عندها فلاس راح تفلس بعد شهر شهرين، تسمعها تتغيب من لها تاريخ. الإعلام لا ينصب رئيس أمريكا، اللي ينصب أمريكا هو المجمع الانتخابي. هذا المجمع الانتخابي في 6 كانون الثاني يجتمع حقيقة، وهو يقرر، هذا اللي يسمونه الإلكترال كولج، يقرر من يعطي الأصوات الانتخابية اللي هي لازم تكون 270. ما حصل الحقيقة حتى ترامب في استراتيجيته القانونية يوم أمس انطلقت. لذلك في بنسلفانيا تم الحقيقة إصدار قرار قاضي مهم فيدرالي بإيقاف احتساب نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا اللي بها 20 نقطة، وفي جورجيا نفس الحال، واليوم أعتقد في اليوم هم عندهم عطلة أعتقد غدا، يعني عدم احتساب الأصوات قصدك أستاذ أحمد أنه تحجب أصوات بايدن لو عطل؟ لا لا لا، احتساب النقاط للولاية، يعني ولاية بنسلفانيا عندها 20 نقطة في المجمع الانتخابي. أي. الآن شيلها لازم، هم مو حاسبين تقريبا 290 البايدن فايز ب 290، شيل 20 بقت 270، شيل 16 الآن ما جورجيا بقت له 254، إذن هو لم يصل للعتبة اللي هي 270، فإذن هو ليس رئيس، تعرف كيف؟ منتخب. هاي قصة لازم. أما الإعلام العربي وغيره اللي يطبل واللي ما يفهم الآن هذا الأمريكية. رسمي الآن رفعت هذه النقاط؟ نعم رسمي. نعم رسمي رسمي نعم رسمي، وسوف أبعث لك الحقيقة قرارات القضاة اللي صدرت يوم. أنا لست مع أو ضد، بس هاي حقيقة لازم يعرفها العالم. ليش تضللون؟ انتوا هاي القنوات اللي كنتوا تمجدون بترامب راسا انقلبتوا، نقل الحقيقه ذو وجهين، انا هذا اللي اريده. تدري مضللين الكره الارضيه؟ هاي الدوله العميقه. طيب ذلني ذلني ولايتين استاذ احمد، هذا المحور مهم. الان ذلني ولايتين رفعت بهن اصوات بايدن. هو معترض مو رفعت. هو معترض على 5 أو 6 ولايات اللي هي الولايات الحسم. هل سيسري الامر نفسه على الولايات المتبقيه؟ شوف استاذ نجم، خليني احكي لك طبيعه الانتخاب بسريعه. طبيعه الانتخاب الامريكي، الدستور الامريكي في الماده الثانيه واضح جدا، يقول الولايات مستقله وهي تنتخب مشرعيها الذين يضعون الاجراءات الانتخابيه. مو كنا نحكي على مفوضيه انتخابات العراق؟ اي. في امريكا 50 ولايه، كل ولايه تحط قانونها، تعرف كيف؟ كل ولايه حطها. القصة الآن اللي راهن عليها فريق ترامب القانوني هن عدة قضايا، واحدة من أهم القضايا الحقيقة أنه تمديد وقت الاختراع. أنت إذا تلاحظ إذا تذكر فجر يوم الأربعاء، الانتخابات درت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، فجر يوم الأربعاء صباح يوم الأربعاء كان ترامب فائز بفارق كبير، هاي حقيقة معروفة مسجلة. بعد يوم الأربعاء والانتخابات المفروض انتهت مساء يوم الثلاثاء، يعني يوم 3 نوفمبر، الأربعاء خميس جمعة سبت يلا أعلن بايدن إعلامياً أنه فاز. 3 أيام تم تمديد استقبال أصوات البريد، وهذا طبعاً لا يجوز دستوراً إلا بحالة واحدة، أنه المشرعين ما الولاية هم اللي يمددون وقت الاختراع. هذا لم يحصل في جورجيا، نعم، ولم يحصل في ميشيغان، ولم يحصل في بنسلفانيا. اللي مدد هو الحاكم الجوفرنر مع القاضي. فدستوريا هؤلاء الطرف المصفق، حتى لي بايدن، حتى في امريكا اكو ميليشيات استاذ نجم، واكو راديكال ليفت اليسار متطرف، هؤلاء يزجون بحاكم يعني تحت سيطرتهم حتى يسيطروا على امريكا وبالتالي على العالم، ووراهم اخوان مسلمين وغيرها، ستكشف القصه فيما بعد. وراهم ايران واموالها واموال الفاسدين العراقيين، وصلت تدري دخلت في الانتخابات الامريكيه موثقه بالمناسبه، شو راح يتعلقون تعليقه؟ نعم، دفعوا أموال الحقيقة في ولاية ميشيغان عن طريق ديونهم الموجودين هنا، دفعوا أموال يروحون يأخذون من المواطن بطاقته ويرموها بسلة المهملات مثل ما يسوون بالعراق، يعني مسؤولين عراقيين. مسؤولين عراقيين، نعم، سياسيين حكموا العراق أيضا موجودة موثقة. هذا أقول لك يا، بس أنا ما أحب أتحدث بها إلا أن تطلع بشكل رسمي، وسوف تأتيك
سوف تأتيك تفاصيلها. نعم أقول المشرعين في هذه الولايات لم يقوموا بتمديد وقت الاقتراع، فمن يروحون للهاي سبريم كورت المحكمة العليا هم مش يحاولون هسه يفهمون الناس هم المحكمة العليا بها 6 قضاة من أصل 9 دولة جماعة ترامب، لا مو جماعة ترامب أصلا، بالعكس قاضي جمهوري من ضمن 6 هو طابق ويا الديمقراطيين، هم عندهم 3 صايرين 4 فضالين 5 زين، وهذا قانون أمريكا تتعين قضاة الرئيس يعين قضاة إذا مات قاضي أو طلع مو مثلنا معلقة. فبالتالي إذا راحت للمحكمة العليا أستاذ نجم، المحكمة العليا بدها تخالف الدستور، راح تسأل هاي الولاية المشرعين مددوها؟ راح يقول لهم لا، راح تقول لهم لا، عاد الانتخابات تحسب على يوم 3 نوفمبر. 3 نوفمبر بنسلفانيا كان فايز هو تقريبا 90,000 صوت فرق، في جورجيا تقريبا أكثر من 60,000 صوت، أقصد ترامب. في ميشيغان نفس الحالة تقريبا 80,000 صوت كان الفرق لديه. وبالتالي شوف أنا بدي ألاحظ على تمديد وقت الاقتراع مو استكمال العد، لأن أنت تدري العد ممكن تدري لحد الآن بالمناسبة في كاليفورنيا، في كاليفورنيا لحد الآن العد مستمر وهي الانتخابات صارت 3 أسابيع انتهت، مو قلت لك الإعلام يظلل على فلان فاز وكلا ويلا وكذا، كله غير حقيقي، كله غير حقيقي. والحقيقي الآن إضافة لهالثلاث ولايات قلت لك إياها، أكو 3 ولايات أخرى نيفادا وإريزونا وويسكنسن أستاذ نجم، هذه بها عدوا فرز. الآن حملة ترامب شو الطالب؟ تقولهم بالنص، تقولهم مو تجيبون نفس الورقة تعدوها، لازم تجيبوا لي الظرف البريدي، لأن تعرف هاي الانتخابات هم وسعوا مسألة استخدام البريد في التصويت، تعرف كيف؟ فبالتالي شو مسوين الآن؟ يردون يردون يطابقون الظرف البريدي اللي جاءت في ورقة الاقتراع على التوقيع، توقيع كل مواطن أمريكي موجود بالداتابيس، موجود توقيعك أنت موجود فوق في أولياته، وبالتالي بسهولة بمكان يعرفون هذا التوقيع. أنا بقى عندي وقت قليل أستاذ أحمد في آخر سؤال. نعم بس هذه الظاهرة التي حصلت الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في انتخاباتها لم نشهدها منذ زمن طويل، يعني ما كنا نألف مثل هذه الصورة. هل تعتقد كان هنالك ثقلا إيرانيا أو نعم في هذا المشهد؟ وحتى شوف حتى تدخل إسرائيلي، شوف أنا ما رحت شفه يا جنابك قبل 4 أشهر في الاستوديو، قلت لك ترامب إذا يضرب إيران يطول ولاية ثانية براحته. الآن بعد في قصة قائمة، لكن هو يبدو يقول لهم الآتي، أكشف التزوير، يعني مو أريد تجيبوني على اعتبار سويت هاي وطيتون الرئاسة، هو عنده فلسفته السياسية، لكن أنا دعوني أفضح التزوير وأقر بي معي بهذا التزوير الحقيقة لكي يكون رئيسا حقيقيا ورئيس رئيسا جاء بصفقة. وبالتالي قضية إيران ماكو جرة تليفون، خلي أقول لك إياها، وهذه الجعجعة مال إيران هسه تشوفها الحقيقة، شلون كانوا جماعتنا يجعجعون بال91 تتذكر، وبال2003 تبخرنا ب3 أسابيع. ها أمريكا هذه عمي، أمريكا الانقسام الداخلي في أمريكا أنا أقول لك يا حقيقي وخطير، وقد يقسم الكرة الأرضية كلها إن لم يسيطر عليه العقل والحكم. يعني بآخر سؤال أستاذ أحمد، يعني ممكن ترامب والجمهوريين إذا ما أثبتوا التزوير هي طريقة لإسقاط الديمقراطيين سياسيا؟ نعم سوف ينتهون الحقيقة، وسوف يظهر خط مودريتد موجود الآن من الديمقراطيين لقضوم كل هذه الممارسات. ولذلك إيران الحقيقة اللي دعمت هذا التحول حقيقة في 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 أمريكا وهذا الانقسام، طبعا بالمناسبة ترامب ما سوى انقسام، هو كشف الانقسام، هذا الانقسام اللي حاصل الآن في أمريكا طبعا تقف هذا اعتراف على أن إيران دولة عندما تريد أن تؤثر في أي مكان تؤثر إذا بناء على فرضيتك. لا مو تؤثر بمعنى التأثير السياسي المنطقي، وإنما استخدمت أموال العراقيين ما ذكرت لك إياها. إيران ما تطلع بالوجه، باو حسن راح يسوون تحقيقات بالـ FBI والـ CIA، ما راح يطلعون إيرانيين، راح يطلعون سياسيين وللأسف ذيول عراقيين، راح أشوف لك إياها قصة. نعم هاي مشكلة إيران تشتغل بالدسائس السياسي بالدسيسة. السياسي المستقل الأستاذ أحمد الأبيض من كاليفورنيا، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدي قناة التغيير. انتهى هذا الأسبوع، هكذا كانت ملفاتنا، ألتقيكم بداية الأسبوع المقبل، تقبلوا تحياتي.